كاين مشكل. حنا هذه غادي المرحله الاولى، حنا هذه درنا الشونتيون الى فشلات حنا كنا دايرين البال ديالنا ممكن تشتغل، ولكن باش غادي نخدم واحد عامره هكا راه والله لقينا حتى حنا دايرين باش نتفاهموا. دابا شوف الله يخليك، انا كنتوجه للراي العام، صغير. حنا هذه المبادره درناها باش نخويو سميتو باش نخويو الازقه ياك ما نجحتش فشلت هذه المحاوله هذه، انا اعطي فيها لابون ماشي مشكل باش نحاولوا نلقاو شي حل. ولكن حنا هذيك احد غادي تولي اقتراح ديالي انايا كسلطه اداريه زنقه للرجلين، وغادي تكون حرمه للمسجد باش اللي بغى يدخل يصلي يصلي بخاطره وما يدخلش وبقى عاطر على المطيشه وعلى البطاطا وعلى سميتو. يدخل زنقه للرجلين ما فيهاش السياره وما فيهاش الباع المتجولين وفيها الكراسي فين يجلسوا عباد الله. هذه هي الفكره وغادي ننفذوها. بغيتوا تدخلوا لهنايا اهلا وسهلا. احنا ما عندناش حساب بلاتي صنطلي 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 احنا متفقين بلاتي الحداد جاتك خاليه ولا شي حاجه يحاول يدير شي حاجه على قد جهدك. ماشي ذاك هو المشكل في هذا الباب على قد جهدك. ما عرفتش ماشي ذاك هو المشكل. راهي غادي المشكل الاساسي وهو ديال هذا السوق الا بغيتو تدخلوا في الطبيعه ما غادي نبقاو اللي تحت ولا اللي فوق. هما دايرين لنا الحدايد لا والو، عطينا غير ميطراوات ديالنا ودخلنا حتى ما بغيناش ديك الساعه غادي تشوف السوق واش يدخل ولا ما يدخلش. ما غاديش ناس برا كاين هذوك اللي تحت والاخرين اللي فوق السوق كيخرج برا. جاو بقاو كيهدموا هدموا كل شيء، القزاره خرجوا داك الشيء برا وداروا داك الشيء لحقاش المهني هو اللي كيعرف واش عنده في بلاصتو. شوف حنايا كيف ما كان الحال، حنايا المرحله دابا هذه المرحله الاولى ماشي هذا هو المشكل. ماشي هذا حنايا هذه خليفه على الله، انا والنجار غادي نخلصوها. السيد هو كيسالنا سميتو شحال خديتي في العربون 100,000 يعني الباقي سميتو غادي نخلصوه له حنا. ما كاين مشكل حنايا ما ضيعينش. حنايا الفكره دابا نديروها كمال لله كمال لله. هذه كلها تعوض سميتو باش تدخلوا كاملين. هذيك الجهه اللي هي انا ما عرفتش انا كانوا معنا في الطوله تاع انا ما عرفتش القصه ديالهم لان هذيك عاوتاني لا بلاتي لان هذيك عاوتاني ربما عندهم شي اتفاقيه مع احنا معاهم صح خلونا هذا باش نفهموا. حنا كدا حنا كنا ماركين 26 كنا 27 خاصه قديمه ها اللي هودنا منا بالمركب راك هو الخطر الرئيسي هو اللي دخلوا دابا اللي جاوا من تما دخلوهم هنا ما دخلوش حنايا دابا اللي قدام اللي خصهم يدخلوا هنا هما لا دخلوا غير بواجده اللي دخلوا هنا يعطيهم البلايص نحسبهم كنا واحد واحد. انا قبل ما جات شي القرعه اللي كبير ما مش حلو حنايا هنا السوق تاع التلفزيون ولكن هذا غادي يجمع غادي يجمع كاع الخضر كاين البلايصه هو داخل خدميه كان هنا شي كاع نص 40 بلاصه راها قاويه. دابا شوف السيارة خدام فرنسا في الكابليات راه ممكن وخضر. شوف دابا انا اللي فهمت وهو قضيه فاشله باش سميتو القضيه ما مقبولاش ولكن حنا غادي نخرجوا للتنفيذ. حنا غادي نقاد احد غنخويوها ما بغيناش وديك الساعه ولكن نعطيو لنا بلايص بلايصنا اللي مارشا فيهم الخضر حتى عندك باش يجمعنا السوق واحد سمح بلاتي اللي عنده بلاصه يشدها. ما انت قلت ماشي شي كوره ها راه غير هذا بلاتي باش انت ما جاتش فيك القرعه وبلاتي اللي جات فيه القرعه يدخل واحد شرف الله بقدركم دار الزايله ومشى خرج لسيدي عثمان وكذا. واش غادي تقول لي لا هو اللي عندنا سعاده باش هو اللي عندنا
يدير الكروسه ويتسارع. حنا هذا الفوضى اللي درنا بالرباش باش كاين حل هذا باش باش برناش الحل ديال الشارع وملي كيعرفوا الخضار اللي كيمارسوا الخضار هو اللي ماشي العظمي جي الناس اللي كانوا يعشروا اللي كانوا فتح انا كنصرح للراي العام بان المرحله الثانيه جات. انا نهار جيت قلت انايا ما كاين علاش نتواجه معكم في احد. خصك تعرف باش كان في الهضره. خليني الهضره. انا قلت انايا ما نتواجهش معكم الله يحسن العون وغادي نمشيو بالتي هي احسن شويه بشويه. الناس ديال بن خلدون بدينا كنحيدوا لهم الميزان علاش باش ما نزيدوش قنبله ها احد زيد عليها بن خلدون. قلنا غادي نبداو بسميتها دابا راه ما كاين لا بن خلدون لا احد. انا غنقولها لكم من دابا انا كنقولها لكم من دابا انا يا بالنسبه لي التحرير ديال احد غادي يبدا والاشغال ديال اقامه الزنقه للراجلين غادي تبدا. واخا كان فيها الضرر لينا الخساره ها واخا كان فيها الضرر لينا شنو هو وحنا غادي نبقى ضروري دير الزايله وتسارع وراي خضره ما خدمتش سارع ما تقلش لا انا ماشي دابا انا دخلت السوق ما تقلش الزايله ما حنا بدي غادي عقلنا وحنا غادي نشور مصيره انا غادي نشور مصيره الناس ساعتين الناس ديالي في البلاد ديالي انت اسعد يدخلوا اللي عندهم بعدا راه حنا نقولوا هذيك الشيء كاينهم ها ندخلوا غير بواش يدخلوا بعدا اللي عندهم دابا حتى اللي عندهم ما بغاش يدخل دخلنا سعد دخلوا حنا دخلنا هما الناس هنا دخلنا الشارع ما يبقى حتى واحد ما ندخلوا ها دخلنا وخرجنا الجامع بقاو حنا ندخلوا الجوطيه الفوقانيه لا غادي ندخلوا الاولويه الشارع خرج حنا برا ندير الشارع الاولويه الاحد اولويه الاحد الجامع اولويه الاحد الحل الواحد هو داك الزق ديال الهجمات الحشو داك اللي راهو تحت الحركه معنا انتوما هذاك الشيء اللي كتقولوه انا كنقول احد تخوى انا بالنسبه حنايا التنفيذ غادي تعطى المقاوله غادي نسدو ديك الزنقه هذيك الزنقه غادي تسد بلي باريير من هنا ومن هنا حنا يعطيونا غير بادي غادي تسد وغادي تبدا الاشغال راه لكم غادي تبدا الاشغال فتح هز هذا الشيء سالينا يعطيونا غير نوقع عليهم التنازل ياك غادي يدير اللي دار التنازل نمشي نعطيك بلاصتي سهل ها سهل صافي